خلال هذه الفترة الأستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري. أستاذ محمد ازي حضرتك يا فندم؟ كابتن اسلام ازيك يا كابتن اسلام؟ كل سنة وحضرتك طيب. رمضان كريم يا حبيبي. الله أكرم. دايما موفق يا كابتن اسلام. ربنا يخليك. تحياتي للأستاذ محمود صبري لحضرتك. اه بالظبط، تحياتي للأستاذ محمود. الله يخليك يا محمود، ودايما كده نشوفك كل خير إن شاء الله. إن شاء الله. حاج محمد، أنا عارف إن الفترة دي صعبة، ولكن أنا متأكد 1000000% إن نادي الاتحاد السكندري هيعدي من هذا الأمر. اكيد ان شاء الله، يعني ان شاء الله، يعني ما يستحقش طبعا اللي هو المكان اللي هو فيها خالص. نادي الاتحاد معاه فريق قوي، فريق محترم بالظبط، نتائجه خلال الموسم دي فيها بعض النجاحات خلال طول الموسم كله، وفي اوقات نادي الاتحاد يعني خلال البطوله العربيه وخلال الدوري الممتاز يعني ادى اداء طيب جدا ونتائج طيبه، ولكن برضه قابله سوء حظ غير عادي. اعذر طبعا جميل نادي الاتحاد المخلصه طبعا انها تبقى زعلانه وتبقى غاضبه يعني. ولكن انا طبعي يعني، انا الناس عارفاني كويس قوي ان انا بحب النادي ومخلص للنادي وبحاول اعمل كل حاجه في نادي الاتحاد مكانه افضل مكان اللي هو موجود فيها. انا وجهه نظري من خلال سنه ونص او سنه واربع سنين انا دورت فيها في النادي، في طفره غير عاديه حصلت في النادي انشائيا واجتماعيا ورياضيا في مجال كره السله. فعلا احنا دخلنا بطولة عربية، اشتركنا في بطولة عربية كرة القدم، ولكن خلال الدوري وبطولنا اللي هي دور فاضل نهائي كأس مصر. ولكن يعني احنا بنتكلم في الواقع، نادي الاتحاد في مكانة ما يستحقش فيها يكون نادي الاتحاد. عندنا مباراة صعبة جدا جدا مع نادي سموحة. أتمنى احنا حطينا نفسنا في الموقف ده، واللعيبة حط نفسها في الموقف ده، والجهاز حط نفسه في الموقف ده، ولكن في الآخر إن شاء الله المباراة تحسم إن شاء الله يعني خلال الأسبوع الأولاني من شهر 6، وان شاء الله نادي الاتحاد يطلع من اللي هو فيه ويحط بقى اللي جاي او الموجود، يحط يفكر الناس تفكر ازاي يكون نادي الاتحاد في مكان افضل السنه الجايه ان شاء الله. الاتحاد سيد البلد يا حاج محمد، فيعني دايما انا يعني انا بصراحه ما حدش يزعل مني، انا قلبي يصله قلبي قريب جدا طبعا الاولمبي نمره واحد، لكن يعني الاتحاد طبعا في القلب يعني حضرتك تعلم. انا عارف طبعا وعارف انت عايش في اسكندريه قد ايه وحب اسكندريه قد ايه واحترامك، كل اسكندريه بتحبك يا اسلام. ربنا يخليك يا حاج محمد، انا فعلا بحبك على المستوى الشخصي. ربنا يخليك ان شاء الله، يعني اتمنى يعني رب دعواتك ودعوات كل ان شاء الله اسكندرانيه ومحبين الاسكندريه. واحنا طبعا عندنا مباراه يعني نادي سموحه نادي شقيق نادي الاتحاد، لكن في الاخر دي كوره و طبعا ولكن في الاخر الناس اصلا عماله تتكلم وعماله تتكلم ده مش عارف يعني ورئيس النادي ايه ولا لا، يعني طبعا علاقتي ممتازه بالمهندس محمد فرج عامر، علاقتي ممتازه بكل الناس الموجودين وحسام وابراهيم وكل الناس، ولكن في الاخر دي كوره، دي كوره قدم بالظبط، دي كوره قدم. يعني انا حتى مستغرب يعني معلش انا اخص كده في حته كده، انا مستغرب حتى من الانديه اللي هي بتتصارع معانا في الدوري بتقول لا مش عارف ايه ومواليه ممكن تكسب الماتش اللي لما يخسر الاهلي لا القصه مش كده، الرياضه عمرها ما تكون كده. اتمنى ان شاء الله ان الدوري ينتهي على خير، واحنا النهارده يعني بقول طب قبل ولا بعد يا حاج محمد؟ قبل ولا بعد ايه؟ قبل ولا بعد كاس الامم؟ لا يا كابتن، يعني بص يعني احنا اللي حط يعني انا بص من الاخر الكوره بيحاول ان هو يعمل حاجه كويسه في كره القدم ويعمل حاجه كويسه في الكوره المصريه. نعم. ان مصر تنظم البطوله الافريقيه ده شرف كبير جدا لمصر. نعم. والدوله زي ما انت حضرتك كده الدوله كلها بتتحرك لنجاح هذه البطوله. واحنا عايزين البطوله تكسب. لكن في الاخر حضرتك انت ما تخليش العب بعد شهرين العب مباراه واحده ومعايا جهاز فني ومعايا لعيبه واصرف مرتبات واصرف للعيبه او لعيبه تفك منك على مباراه واحده. انا وجهه نظري كنادي الاتحاد السكندري احنا لسه يعني اصدرنا بيان دلوقتي وبعتنا لاتحاد الكوره نادي الاتحاد السكندري قولا واحدا يعني مش هيلعب بعد البطوله الافريقيه. نادي الاتحاد متمسك ان في جدول جاله، الجدول ده عاوزين يعدلوا ده يوم 3 يبقى يوم 5 او 6، مع ان احنا داخلين على عيد يا كابتن اسلام وحضرتك فاهم يعني ايه عيد. يعني يوم 3 احنا الجدول جاينا يوم 3 وكل الفرق اللي هي مهدده بالهبوط او على البقاء هتلعب يوم 3. فانا اللي انا فاهم انه ممكن يبقى يوم 5 او 6 او 7 ما عندناش مشكله. كابتن اسلام حضرتك انت عارف ان كابتن حلمي طولان مشى من نادي الاتحاد. انا لسه سامع الكابتن طلعت كان بيقول لو المباريات بعد كاس الامم انا يعني مش هيقدر. بالظبط بالظبط. انا تعاقدي مع الكابتن طلعت على فكره مباراه واحده فقط بس. هي مباراه طلعت ده ابن نادي الاتحاد. الراجل كتر خيره وتاريخه الكبير
ان هو وافق انه ينسى النادي الاتحاد مباراه واحده. طبعا طبعا. هو يعني انت عارف يعني هو اكيد اكيد طبعا سيسو يعني يعني متعاقد او الناس متكلمه معاه على السنه الجديده. فحضرتك يعني ايه انت ان انا النهارده هو قال لي المباراه طيب يوم 10 انا تحت امرك، بعد يوم 10 انا همشي. انت حضرتك ما تحطنيش بقى في كورنر بقى. وانا بقول يعني كمان مره يعني يعني الكابتن عامل حسين رئيس نادي الاتحاد عامل تهلوان عشان يخلص البطوله. ولكن انت حضرتك ان انت خلينا ان احنا نكمل بعد البطوله الافريقيه. على فكره انا ما بتكلمش على نفسي بس، انا بتكلم حتى على الزمالك والاهلي. يعني يعني النادي الاهلي او نادي الزمالك اكيد داخلين البطوله الافريقيه. واخر يوم لبكيت يوم 31 يوليو. نعم. طب معلش الناس دي هتيجي ازاي؟ افرض معلش افرض انا نادي الاتحاد ما بتعاقد مع مدير فني وعايز امشي اخر الشهر ده. لا افرض حضرتك المعارين هيبقى موقفهم ايه لو البطوله اتلعبت، لو الماتش ده اتلعب بعد بعد كاس الامم؟ انت المعارين اللي عندك يا فندم اكيد محدد وقت يعني يوم كذا هيمشي. طيب هيكملوا معاك ولا مش هيكملوا؟ ولا هتقعد بقى تتصل بهنا وبهنا وبهنا تقول لهم معلش عشان خاطري وبتاع؟ بالظبط. احنا يعني تمسكنا بهذا الموضوع واضح. نادي سموحه برضه المهندس محمد فرج عامر امبارح برضه بعت نزل بيان. هنحاول نجيب المهندس محمد فرج. يا ريت. نعم. وبرضه بنتصمم على نفس الكلام ان المباراه تبقى قبل بطوله افريقيه والموضوع يتحسن بالنسبه لنا. ولكن انا اي وقت بعد البطوله الافريقيه هيبقى صعب جدا. انا بشكر حضرتك جدا يا حاج محمد الحاج محمد مصلح رئيس نادي الاتحاد السكندري.